أقسام خالية من التلاميذ في المدارس الحرة على مستوى مقاطعة تجنين في موقف موحد للمدارس الحرة في المقاطعة بسبب فرض ضرائب حكومية اعتبرتها المدارس الحرة مشحفة في حقها. قرار اللي من قبل في قضية فرض ضريبة على المدارس الحرة عنه ما هو مدروس، عنه مثلا كان يقدر يتأخر شوي عن الوقت باللي خارج من المدارس مستواها بعد قاع ضعيف حتى ولا عندهم ما لها الفترة من الزمن عاد يلا ينضرب عليها ينضرب عليها وبليداتهم اللي هلها ضعيفة جدا، ضعيف دخل الناس اللي تقري أولادها وضعيف دخل المدرسة اللي تقري لها أولادها. الحكومة الموريتانية وبتنفيذ من الإدارة العامة للضرائب بدأت رسميا في تطبيق مرسوم الضرائب من مقاطعة تجنين فيما ينتظر أن يشمل باقي المدارس الخاصة في العاصمة نواكشوط خلال الأيام القادمة، خطوة استدعت من بعض نقابات التعليم التحرك وطرق الأبواب لنقاش الموضوع. لمستوى مقاطعة تجنين تم توقف 25 مدرسة حرة عن العمل عن فتح أبوابها، اتصلنا بالجهات المعنية، نحن لا عند إدارة الضرائب، أنا خولت من طرفي النقابة العامة للتعليم الخاص بهذه المقابلة، أعضاء المكتب متواجدون مع في بناية الضرائب، لم نتوصل لحل حتى الآن، ما زلنا في مفاوضات، لكن التعليم الحر لديه جانبان، جانب اجتماعي وهو رسالة معرفية تتمثل في ناجحين المسابقات الوطنية الأوائل في البكالوريا مختلف الشعب، مساهمات لا يستهان بها في شهادتي الإعدادية وحدث ولا حرج في كونكور صوت الإعدادي، كل هذا لا ينظر إليه، ينظر إلى الجانب التجاري فقط. الخطوة التي تأتي بدون سابق إنذار ينتقدها مستثمرون في قطاع التعليم الخاص بذريعة أنه لا يمكن المساواة الضريبية المفروضة على مدارس مقاطعة كالرياض ودار النعيم مع مدارس الأحياء الراقية في العاصمة ولا مع المدارس الأجنبية. وقد تزايد الحديث خلال السنوات الأخيرة بضرورة إصلاح التعليم في موريتانيا من خلال دعم التعليم الحكومي المجاني وإصلاح قطاع التعليم الخاص. محمد الددة، قناة المرابطون، نواكشوط.